هلا حي الله ابو صقر، يا حي الله اخوي الغالي. يا 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 يعني البيت اليوم طاب طبوب، ما حد يدري عنك، ايش دعوه اقول؟ هلا بسيف. هلا هلا، بتصير عاده ان شاء الله. ان شاء الله، البيت بيتك، واذا مو ميزيك البيت العين اوسع من البيت. ما شاء الله عليك، امين نازل عليك الذرابه هذه، شنو عايشك تثمين؟ ايه بدينا من الطنازه، التطنز وانا اخوك، تنسيت اني انا اخوك العود؟ ايه ما شاء الله اخوي العود، بس سلمك الله. وحبيت اقول لك ترى العود مو كبير بسنه، العود بتصرفاته بعقله. يا ايش قصدك؟ على بالك انا يا اهل يعني عقلي مو براسي؟ ها مو هذا بتوصل له؟ لا، احب اقول لك ان الريال اللي ما يعرف مصلحه بيته وعياله هذا ما ينعد عود. شوف ان زودتها اكثر من اللازم ترى ببطل الباب واقول لك بيتي تعذرك. خليك باحترامك اخوي عزيز وحطك على راسي، مثل ما احنا محترمينك لازم تحترمنا، لا تغلط. وبعدين انت ايش حق تكذب؟ ايش حق تقول اليوم انا ما رحت حق الشركه حق مشعل؟ انت مو رايح لليوم؟ ما شفته اليوم انت؟ وانا صاج؟ انا سويت مع مشعل؟ ما سويت معه شيء، اصلا ما شفت مشعل، لا كلمني ولا كلمته، واذا انت مصدقني اسال امه. لا صاج يا ابو صقر، ابو مشعل اليوم ما شاف ولده. الله يهداك يا ابو مشعل، اي ما شافه. ايش حق تكذب انت؟ انت مو اليوم رايح للشركه وتطلب منه انه يعطيك نص معاشه؟ ها؟ حسبي الله ونعم الوكيل. انت ايش فيك بالريال؟ صجعات؟ عاد خلي الولد، خلي يبتدي حياته، رايح للشركه ومهدده وتبي فلوسه، ايش لك بمعاشه وراتبه؟ ايش لك فيه؟ ايش فيها بفهم انا؟ وانا ابوه ليش ماخذ نص راتبه؟ انا البيت شايد عليه، الريال ما اشتغل، البيت عود يبي اكل شرب هدوم نغير ونشيل، بروحي ما اقدر، خلي يعطيني نص راتبه. ليش ياكل ويشرب ويمشي ايده بالطوفه ويلبس بهدومه وتلاقي هدومه جاهزه ويطلع ويدش؟ كلش مول، ماكو ولدي نار يعطيني؟ لا كلش، انت ما شاء الله عليك مو مقصر، مخلينا يدهن لا تنكتين. شوف العز والدلال احنا عايشين فيه، من كثر ما تدخل على البيت سوينا في الديره تقشف، ما عندهم شيء مساكين برا. انت ايش حقك بتاخذ معاشه؟ اسمعني عدل يا سيف، اذا ما تقدر تصرف على البيت خله هو يصرف على البيت وتحمل المسؤوليه، ولا بتاخذ معاشه عشان تفسفسها في الخرابيط والخمر والقمار بعد؟ كيفي هذه العيالي وانا حر فيهم، اذبحهم اوكلهم اطردهم ادخلهم، عيالي وانا حر فيهم، ايش عندكم؟ يلا اعطوني كاش، ايش عندكم؟ انا طول عمري اعد عيالك نفس عيالي، ماكو فرق بينهم، بس انت حسافه عليك، مو راضي تفهم. اسمعني عدل يا سيف، ترى الخير من عند رب العالمين والشر من نفوس الناس البشر، بس انت مو راضي تفهم، مخك هذا ما ادري ايش فيه. افهمني عدل يا سيف، ترى عمرك ضاع، فكر شوي فكر. خلاص خلاص، بعد من هالحكم انا بمشي بطلع، بتقعد انت هني ولا تمشي معاي؟ بمشي. ايش قاعدني؟ اي والله اين الله يوفقنا، الناس تحذف زبالتها برا بالشارع، احنا زبالتها تجينا بالبيت. البركه فيك. عسى الله يهديك. بس مبكر من عمرك، شنو مبكر؟ الساعة 11:30، وبعدين لا تنسى أنا لازم أقعد مبكر، وراي محاضرات، وبهم لازم أنقل محاضراتي اللي طافوني. زين المحاضرتين وطافوك، ترى أنا أطوفك بعد، وأنا لقطة ما أطوف، فديري بالك. إيه ياخذوني منك. عشتو لقطة؟ وشنو مواصفاتك البزنس؟ شلون لقطة؟ مو لأن أنا لا عندي أم ولا أخت، فما حد راح يأذيك، وأنا يتيم. يتيم أكسر الخاطر، أكسر الخاطر ولا لا؟ لا هذه جديدة علي، وفعلا كسرت خاطري. زين يلا خل أنام أنا، تصبح على خير. أوكي خلاص باي. من العصر احنا قاعدين نلم أغراضها من ورا هذا اللي ما يخاف الله. هل تقول لها ما يعطيها مؤخرها؟ اي والله يا عمي معي، وقايل اذا مو عاجبكم روحوا طقوا راسكم بالمحاكم. اي ما عليه، احنا نطق روسنا بالمحاكم وهو يطق راسه بالسجن. ابو صقر واللي يسلمك خليه يولي عنك، مالك شغل فيه، ترى هذا مو بني ادم،
هذا لو بني آدم كان عمل البنت عدل وهي ببيت عنده، حتى المهر الحين ما يبي يعطيها إياه. لا يا يبا، ترى قدرك أنت أعلى من كذي، خلي يولي عنك، مالك شغل فيه. لا يا أم مشعل، لا تقولين كذي. قدري من قدر عيال أخوي، هذيل عيالي وما عاش اللي يهينهم أو حتى يقرب صوبهم، وأنا عايش وراسي شم الهوى. إذا تأذوا أنا بتأذى وياهم، وإذا عاشوا مرتاحين ومستانسين أنا بكون مستانس ومرتاح. خلونا بموضوعنا الأهم. أما بالنسبة حق محمد خلوا علي، لا تحاتوا، أنا بناديه وبقعد معاه. إذا تسنى خير على خير، لكن إذا ما تسنى بخلي الإدارة القانونية تجاب له وترفع لك قضية عليه. أنا يا عمي قضيتي من زمان خسرانة ويا محمد. خسرانة؟ أفعلت شايبة؟ قضيتك خسرانة وعمك موجود؟ سامحني يا عمي، ما كان قصدي أذيك وياي، بس تسوي ما باليد حيلة، وأنا من قهري ومن ضيقي ما عارفة شنو أسوي، وأبوي اللي هو أبوي نزل من قدري. لا يضيق خلق شيء يابا، إذا أبوك نزل قدرك أنا برفعه، وهذا وعد من عمك، لا تحاتيني يابا. مشكور يا أبو صقر، وعساك دخل. بعد أبوه ماذا أخوك، وأنت عارفة عدل، عارفة أكثر مني. عسى الله يصلح حاله إن شاء الله. إيش دعوة يا مشعل، ما سويت شيء، هذيل عيالي. عاشوا الشباب، عاشوا. ها اشوفك اليوم جاي مفرفش ومستانس، ميعاتك والبارح هني طاقينك ليه ما طايح حظك. سيف عمره ما يطيح، انا غطك بالماي واطلعك ناشف. ليش يني ولا مارد؟ الا سيف يا سمار. اشوف اليوم نفسيتك فوق الخيل. بعد ما شفت شيء، بس ما قاعد اشوف اللعب. عسى ما شر في شيء تغير؟ ما في لعب مع اللي ما يعرفون اللعب. اللي يسمعك الحين يقول انت كلش ما كل يابس والخضر. انا طول عمري مخيشكم هني بالجنبوزه والحيله، تبوق من تحت لا تحت. هذا عاتي الردايه اللي ما لهم باللعب، ما غير حنا وحد شي فاضي. تلقى ما عندك فلوس، خايف تلعب وتنغلب. طالما انت تحت خل واحد غيرك يقول هالحكي، وبعدين انت عليك تشيكين، لازم تنقهم، مو كان من هالشق لهالشق. اكو حد ياكل عليك من هالشق لهالشق؟ انت ما كلنا كلنا. الدينار تطلع تطلع، ما تخليه. ها تبيهم كاش 2000 ولا تنطر عقب اللعب؟ عجيب، ورت ولا رشك النفط؟ لا نفط ولا تثمين، هذا الحمد لله من حلال اخوي يعقوب. اخوك؟ لا ولد عمي، اكيد اخوي اللي انصفه الزمان ولا نصفني. ما انصفك من لهياته، من البلتعه. الحين اخلص، في لعب ولا ما في لعب؟ نمشي. بلعب ونص، انا ما طلعت دهنكم الليله، ماني ولد ابوي. كم فز 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 فز، خلينا نلعب، خلينا نشوف مين بيطلع دهن الثاني. يلا 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 شباب، صفوا الورقه صفوا الورقه. يلا يلا طلع فلوسك. موجود، وين بروح بهالدنيا؟ انت اللي وينك مختفي مره واحده ما حد يشوفك. يا معود مر علينا ولا جبري خاطر. انت وينك في ديوانيه؟ سمتك انت ما ديوانيات؟ شنو شو تسوي؟ دق سيارتك سلف ويه واحد على ولك، تعال الشاليه هني. اي يابا هني القعده اشرح، واللي خبري خبرك. يا ابن الحلال، الربع كلهم والشله متجمعين ناطرينك هني، لا تاخر ولا تبطي، يلا بسرعه. مع السلامه. حياك الله الشيخ.
صقر وين معك يا يبا؟ انت ما عندك احساس؟ احساسك ميت؟ يعني اروح يمين يسار صبح عصر ما بعقلك الا التمرين والانديه بس، الدراسه مو مخك. مو يبا لازم اتمرن ولا ايدي شلون اتخدر؟ ما شاء الله ايدك تخدر، الحقيقه انا راسي اللي بخدر منك. سلامه راسك. بعدين يبا لا تنسى يعني انا ملاكم، كوني ملاكم لياقتي لازم تكون تمام. لا لا بهذه معك حق. تدري شنو ودي انا؟ ودي اخذ لي ساطور والكيس هذا اتمرن فيه اسرد سراد وافتك منه. ليش 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 هالعنف يبا ليش؟ حرام عليك والله حرام عليك، يعني ايش ذنب الكيس مسكين؟ لا اي ان ذبحته ترى انا اموت. تدري شنو اللي ذابح لي؟ اللي ذابحني انك ولدي الوحيد وما اقدر اسوي لك شيء، هذا اللي قهرني انا. وعد وعد ريايل راح تفرح وتستانس ان شاء الله اخر الكورس. اي الامتحانات انا خايف الامتحانات هذه يا صقر تضرب اخماس بس داس. لا راح اضرب كف بكف وراح تصفق لي اكيد. طبعا انا خايف يا يبا الكف هذا على وجهك يجي حقالك. اضرب على ذك الله. شد حيلك ما شد حيلك ها؟ على الخشب. بارك الله فيك. لا. توكل على الله. يلا. من اللي من اللي يسحب؟ لك لك أنت. يعني؟ إيه. هند. أيوه أيوه. يلا اللي عندي حكي خلي تحكي. هذه وهذه. خيرها بغيرها يا الغالي. هاي مستانس ها؟ زين اللي غلبت مره. يلا يلا جدد جدد داستاني. الحين عرفت طعم الخساره يا سمار علشان ما تلعن مره ثانيه. هذا اللي تلعن انت، انا ما اعرف هالسوالف، هذه سوالفك. يلا يلا وزع داس جديد. لا بس 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 انا على كذي اكتفيت. راسي قام يعورني واحس انه يفتر، انا بسري. ايه لما تغلب بتسري مبكر. تخاف لا تخزر اللي غلبته. والله عاد بكيفي، وقت ما بيمشي يمشي، وقت ما بيقعد اقعد. انا حر وبكيفي، عندك حشوه ثانيه عطني اياها. هين يا سيفو. ما ردك بتلفي عندي، وين بتروح؟ مالك ملفه ثاني. لكن صدقني المره الجايه لا نت فريشك واخليك ما تطير عقب ما تغلب. انا العاش. هذا إيه صدني ولي شياب هذا هنا؟ انت اللي شيابك شياب هذا هنا هالهيش هالأربد هذا ايش تبي؟ لا 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 سولف عدل سولف عدل واحكي بعمرك. انا مسولف عدل قبل اشوف كم برويك فاهم؟ لا تطول علي انا اسمعني زين. تعرف من تكلم انت؟ انا سيف ماني واحد عادي. واخريدك واخريدك ايدي مخرم. اي لا تطلع شياطين من راسي. انت كلك بكبرك شيطان، انت بتطلع شياطين على اي شيطان؟ شياطين تدفع اللي عليك وتعطيني اياهم تنقهم بسرعه. يلا ما لها حق عندي. مش مالك بنتي تعطيني حقها مؤخرها قصبا عليك تبي تاكل فلوشاتها. قاعد اقول لك هي اصلا ما لها مؤخر ولا مقدم. اخلص بالي واخريدك ايدك انت ما صارت. لا الحين تسوي مش علي امه؟ معقولة للحين قاعد؟ ايش فيك الله يهداك؟ ترى انت من فير الله. غلط يا يمه اللي قاعد تسويه غلط. شو اسوي يا يمه؟ عندي شغل وايد بالدوام ما خلصته، قلت يا اسهر عليه. يمه علي يا يمه؟ الله يهداك بس يا يمه. عاد مو كذي؟ كان خلصته من بكر مو لهالحزة؟ شافت عينك يا يمه. طول النهار انا بالدوام. ولين الفير احنا بالمخفر بسبة ريال بنتك التعبان. وطول اليوم نشيل اغراض من ايران، بدل الله ما تقولي لي شو اسوي. حسبي الله ونعم الوكيل. انظلمت من ابوك بالاول والحين ظالمها ريلها، حسبي الله. خلي ابوي عنك الحين شوي، انا هالتعبان هذا قسما بالله ما مخليه. يما الله يهداك، ما لنا شغل فيه. عمك ابو صقر ايش قال لك؟ قال لك مالك شغل فيه ويتصرف وياه. احنا وين يا يما والمشاكل وين؟
هذا امتحان من رب العالمين، ما نقول غير الحمد لله على كل اللي صار وعلى كل حال. نعم بالله. إلا تعاليني رانوني. بنيتي مسكينة خنت حيل، بخليتها بالدار بروحها فوق. تدري الإنسان لما يكون يمر بحالة الواحد لازم يتركه، عاد كيف تفكر تصارخ تبكي؟ المهم خليها براحتها عقبة قاعد وياها. على قولتك هي الحين وايد تحتاجنا، لازم طول الوقت احنا نكون معاها. وانت صادم. المهم تبي شيء مني؟ انا بصعد انام. سلامتك يا حبيبتي. الله يسلمك. يلا عاد ستات خلص بسرعه ان شاء الله. يلا تصبح على خير. وانت من اهله. الحين لحظه توك تقولين بروح انام طالع عند الباب؟ يما بس كليتات الحوش وبصعد انام. ما علي يما، انا بيم اغراضي اوريدي بوديهم السياره وبصك كليتات الحوش وبصعد فوق. خلاص يما خلاص، الله يحفظك ان شاء الله يواليك العافيه. تصبح على خير يما ولا تتاخر ان شاء الله. انت من اهله يا حبيبتي. قاعدك بروحك هنا؟ وهو قال لي هني؟ عفا والله عفا. لعينه وسالك من المكان؟ انا خيك، ظهرك، سندك. اخ لو تدري ايش سويت فيني الدنيا. حطمتني وكسرتني. ما يضيمك الدار واحنا موجودين. احنا اهلك ما نخليك. مو نفسي انكسرت وروحي خمدت واملي خلاص راح. حول ولا قوة إلا بالله. زي قولي لي ايش قاعدة أحس بروحك؟ قاعدة أفكر بمستقبلي اللي ضاع. زين ايش قاعدة تحسين فيه الحين؟ ولا شيء. تعوذي من إبليس. ذكر يا الله. وشيل الأفكار هذه السوداء من بالك، من أصبح أفلح. شيل الأفكار السوداء؟ ليش أنت شايف إن حياتنا كلها سعادة وفرح؟ إذن الله بيك الفرح. لين أنت تملين منه؟ هي هو وينه؟ انا مو قاعده اشوفه. انت لازم تكوني متفائله. تفائلي ان شاء الله امورك راح تمشي. لا تقعد تفكرين وايد. يلا قومي امشي. يلا يلا قومي. يلا انا مو بات شبدي وحارق قلبي اللي انا صغير. ما ادري ايش نلاقيه فيه. من جماله ولا من كشخته ولا من سكبته، ما ادري شنو فيه زود العالم. خلها تولي، ايش لك فيها؟ مخيشه هني، عاجبتني وداشه راسي. مع انها ترى بالجامعه شنو؟ بنات احلى منها واحسن منها ولا ويسوونها بعد. وبرا الجامعه شنو؟ يطقونها 10-0. بس القهر انها هي اللي معلقه بمخي. اي بس ترى هي مسكره بويك كل البيبان، مو مخليت لك باب واحد تدش منه. بتيجي الفرصه مو بس بتفتح باب، الا بتفتح بيبان بعد. تحلم؟ وإذا مصدقني طالع طالع، هذا باب ثاني تسكر بويهك. هين، سنين الدراسة طويلة وأيامها طول. أنا له Thank you.
قلنا لك يا تدشين راسها يا تطلعينها من راسك مرة واحدة. كان زين ضربتي بالراس وايد اهون، بس ضربتي بالقلب قلبي عارف كل شيء. حشا مو قلب، صبورة. اي تطنزي تطنزي، هذا اللي فالحة فيه انتي. بعدين انتي وين بتحسين فيني؟ احساس الحب؟ احساس القهر. ليش الحب بعد فيه قهر؟ مو اي قهر بعد، قهر قهر. هين 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 يا محمد هين. اما رايتك يوم الظهر ما صير انا سيف اخي. عليه بس خلنا ارتاح واتفرغ لك. اي هاي 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 بل وش هالبوكس هذا اوريك. الو قوى ابو احمد اسمعني، ابيك تدق على محمد ومثل ما فهمتك اي تقول لي ييني الحين، واذا ما طاوعك شوف شغلك معه. المهم ابي اشوف مكتبي قبل نهايه الدوام. قواك الله ابو احمد، مع السلامة. انت سالفتك؟ ايش فيك صاير حنا ورنا؟ سالفتي بفهم ايش اللي صار البارح. وانت شكو باللي صار البارح؟ زمار شلون اشكو؟ انا وياك لازم اعرف كل شيء، واللي اهم من هذا لازم افهم، فهمني. وشنو اللي تبي تفهمه عشان افهمك اياه؟ ابي افهم ليش طوفت الهمشه حق سيف البارحه؟ واللي زاد الطين بله انك ربحت فلوس فوق فلوسه. يا رب العاده هو لما يطيح بدينه ومعاه فلوس نكره ولا نسمي عليه وما يطلع الا جيبه فاضي. لا انا قاعد اطبخ طبختي على نار هاديه، واذا كريناه والله ما تقول لي سم من دره. ما فهمت. وانت من متى تفهم عشان تفهم الحين؟ انت اللي مخرب عليك شايتين مخك ولسانك، فانطم واسكت وامشي. ماشي امنا بالله يا اخي فهمني. يا غبي انت لازم تذوق صاحبك العسل مره وتذوق المر 100 مره عشان يتعود عليك. وسيف عمره ما راح يذوق العسل، راح يذوق العلقم على ايدي. فهمت؟ Thank you.
يا الله صباح خير. على النية. إيه النية أبيض من شعر راسك. إيه ومبين على وجهك من عيونك من خشمك من طافحة 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 على وجهك أصلاً. وشكلك اليوم حول ترى شعري أسود. من الصبغ، لو ما الصبغ كان علوم خرائط بالشعر أشوف. من الوناسة اللي أنا عايشة فيها، من السعادة، مو من ضيمك وظلايمك. حول ولا قوة إلا بالله. يا صبر أيوب. أنت يا صبر أيوب عيل أنا شاقول. عموما قلت اللي عندك خلاص، اللي كل يوم تقوله قلته زوعته. اللي بسألك سؤال، من المهندس الشاطر هذا اللي أنشأ هذا كله بوجهك المطبات هذه؟ والله انكم منكر حسنة، منكر حسنة. عنو بداركم كل هذا قاعد أسوي علشانكم، قاعد أراكض من مكان لمكان. وي تعال 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 تراكض حق منو يا أبو عيالي؟ أراكض علشان بنتك، وراكض ورا حمود عشان أطلع المؤخر اللي ماكل على بنتك. إي لا حق، لا أخذت مهر ولا أخذت مؤخر. طبيعي يعني اللي قطع ياله بالرخص الناس ايش دعوه بتشتري بالغالي. بس انا ما راح اخليه ينق فلوسها بيزه بيزه. انت بتخليه ينق فلوسها بيزه بيزه؟ اي ليش طايح من عينك انا؟ لا العفو، الا انت طافح من عيني، ما في مكان حق احد ثاني. اقول ليكون على بالك انا جارتكم ما اعرفك. انت ملا صرت ملا الحين تغيرت، يعني انا ماني زوجتك ماني عاينتك ولا اني خبزتك. اقول انت بتاخذ فلوس البنت علشان تقطهم بهالخراب بهالخمر ولعب القمار، اذا طاحوا بهالمغاره شي طلعهم منك حتى الينان وما تقدر لك. انا ايش حق اخذ رايك انت؟ هذه بنتي وانا لي حق عليها، انا اللي بطلع حقها. اللي ابي وخر عن الموضوع، مالك شغل عمها لا شغل عمها. أمها شكو، أنا ما مت علشان ياخذ حقها. لا اسم الله عليك يا أبو مشعل، منو قال إنك تمت لك طولة العمر إن شاء الله؟ بس على الأقل عمها أبو صقر قال بتله ويقول له كلمتين ما فادوا معاه قطة في المحكمة. عمها ما له شغل، لا يدخل قصة بشيء ما يخصه. هذول عيالي وأنا حق منه، عيالي أنا اللي بطلع حقهم. أها خير إن شاء الله؟ أكيد. ها أنت شامك؟ خول حلال بيطيح عند منه بيطيح عندك، لكن حامض على بوزك يا على هالمغاره ان شاء الله الحق. اقول امين. خرابيطك وقمارك حسبي الله على شيطانك من ريال. ايه مالت عليك. الحقيقه يا ابو عبد اللطيف انا دزيت لكم شروط اللي لازم تنضاف على العقد، واللي من غيرها العقد ما يتم من ناحيتنا احنا. عاد يا ابو صقر لا تصير عسر، ترى الدنيا اخذ عطا. واللي اول شرط آخر نور يا أبو عبد اللطيف. إيش دعوة أبو صقر؟ ترى نسبتكم عالية. والله ما نعرف إيش أقول لك، لكن الشرط هذا ما في مجال لا تنازل ولا تهاون. وإذا يا أخوي معاجبكم الشرط، أنا أقول أخذوا المناقصة بروحكم، وساعتها الأرباح كلها بتصير حقكم. وإحنا نقدر. العموم يا أبو صقر إن شاء الله ما نختلف، وإنت الخير والبركة. على خير إن شاء الله. ألو، هلا أبو أحمد. شنو؟ ما يرد عليك؟ أبو أحمد أبيك تلج تجننه الدوخة لين يرد عليك. أبي ضروري يكون عندي في المكتب. إيه خير إن شاء الله، مع السلامة. الله 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 الله، اشتيا واحد كثر داقين علي. الو خير، من انت؟ ايه لا لا ما راح يجيكم اليوم، ما راح اجيكم، عندي شغل. بعدين يقول لي انا ما اشتغل عنده، كل ما بغالي لقاني عنده. حلوه هذه والله. شنو؟ ايه يلا 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 مشكله، راح اجيكم خلص لي. وين قاعد تسولف؟ مشكله ما انا عندي شغل. خلاص خلاص قول له راح اجله. ايش في هذه بعد؟ هذه نيران ما راح تبطل من طلباتها؟ كل يوم طلب، الله ياخذك وياخذها. خلصني.
هذيك من وقتي الله ياخذك. يلا قام قام الشباب قام. زين شايفهم شنو اثول انا؟ لا محشوم بس اقول لك يلا روح صوت صوت يلا بلزق بالوانيت ها؟ ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا بشباب سلامات. الله يسلمك. كنا بنشر ها؟ شوفت عينك بنشر. عندكم سبير؟ ايه عندنا بس خربان. ترى ولي مقاس التاير والرنج نفس اللي عندي. ايه عدل. نعطيك تايرنا وناخذ تايركم. شورتك وهداك الله. يلا خلاص سلم. نزل التاير يلا. خليك معي. يلا يبا تامر لنا بشيء ثاني. فما الله فما الله. أيوة بس تشيلوا هيك يلا خوش.